بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا متابعين الكرام، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حريق هائل في عمارة في منطقة العصر الحديث بحلوان. الحريق يلتهم مول العصر الحديث بحلوان. قبل ما نروح للتفاصيل، ياريت تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد. اندلع منذ قليل حريق هائل داخل مول شهير يسمى العصر الحديث بمنطقة حلوان، وخسائر ضخمة التهمت مول كامل على مساحة واسعة مكون من 6 عقارات، وهناك حالات اختناق. وتلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مول معروف بمنطقة حلوان، وتم توجيه 5 سيارات اطفاء للسيطرة على النيران. ربنا يستر، وان شاء الله ما يكونش فيه خسائر بشرية بس فيه اختناق. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.